أهلا بكم مشاهدين الأعزاء إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مثير للجدل. بين حق الاختلاف وإمكانية الخلاف، وبين حرية الاختيار وفرض الخيارات، تعثر الحوار في الزمن الصعب وبات لغة نادرة في السياسة كما في الإعلام وحتى في تفاصيل الحياة اليومية. فهل يفتقر العالم العربي إلى ثقافة الحوار؟ وما هي شروط تعميمها وكيف؟ وهل الحوار بديل عن الصراع أم شكل من أشكاله؟ وهل تقود ثورات اليوم إلى ترسيخه؟ ومتى يتحول عنصرا حاسما في تثبيت الأمن والاستقرار؟ ثقافة الحوار بين الدعوة إليها وبين تجاهلها، في حلقة جديدة من برنامج مثير للجدل لهذه الليلة. أرحب بكم مشاهدين كما أرحب بضيوفي هنا في الاستوديو. أولا بتامر أمين الإعلام المصري، أهلا بك. أهلا بك فضيلة. كما أرحب أيضا بالدكتور عبد الحميد الأنصاري، عميد كلية الشريعة والقانون سابقا في جامعة قطر، أهلا بك. أهلا وسهلا. وأرحب أيضا بالشيخ عماد بن يونس نائب في البرلمان الأردني، أهلا بك. أهلا بك. كما أرحب عبر الأقمار الاصطناعية من واشنطن بالدكتورة كاثرين ميخائيل الناشطة في مجال حقوق الإنسان، أهلا بكم جميعا ضيوفي. أبدأ معك أولا دكتور الأنصاري، لماذا يفتقد عالمنا العربي ثقافة الحوار؟ هذا السؤال مباشر وإجابته طويلة، لكن يعني السؤال ليس محل استغراب، لأن ثقافة الحوار تقتضي وجود بيئة مجتمعية ترحب بثقافة الحوار. الموروث سواء كتقاليد أو كتراث ما يعني ليس دائما في صف الحوار. كان الأسلوب فرض الرأي وأسلوب الوصاية هو الأسلوب اللي كان سائد، فالرأي الآخر دائما كان ينظر إليه بشيء من الشذوذ، وكان دائما مهمشا على مر التاريخ، سواء كان في المجال الديني أو في المجال السياسي أو في المجال الاجتماعي. كان دائما يوصف الرأي الآخر بأنه شاذ، وكان يعني مثل ما قلنا مهمشا وأيضا متهما. يعني حتى نرسخ ثقافة الحوار لابد من تفعيل جملة من المنظومات العاملة في ترسيخ ثقافة المجتمع. نعم. يعني المنبر التعليمي، المنبر الديني، المنبر الإعلامي. التربوي والإعلامي والتشريعي. نعم. والسياسي. يعني اللي حصل ان هذه المنابر ما كانت تخدم ثقافة الحوار. نعم. ثقافة الحوار لا تعني مجرد ان انا اسمح بوجهة نظر، استمع الى وجهة النظر اخرى. إذن؟ ثقافة الحوار تعني ما هو أعم وأشمل، قبول الآخر. سنأتي إلى قضية قبول الآخر، دعني فقط أشرك الإعلامي تامر أمين في هذه النقطة. كيف يمكن جعل الاختلاف الذي تحدث عنه الدكتور الأنصاري مصدر ثراء وليس أداة من أدوات الصراع بين شرائح المجتمع المختلفة، إن كانت سياسيا أو دينيا أو مذهبيا أو حتى ثقافيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي، قبل ما أرد على سؤالك الكريم بس هأضيف نقطة للي قالها فضيلة الدكتور فيما يتعلق على السؤال المباشر، لماذا نفتقر في عالمنا العربي إلى ثقافة الحوار؟ ببساطة شديدة، لأننا حرمنا من هذه الثقافة عمدا. السبب أننا في الأجيال الأخيرة، آخر 3 أو 4 أجيال في عالمنا العربي، وبطريقة متعمدة من قبل، وخلي كلامنا احنا دلوقتي في زمن الثورات بس خلي كلامي خفيف شوية، من قبل الأنظمة العربية ومن قبل صناع القرار في العالم العربي، لم تكن هناك رغبة جدية وحقيقية في زرع وبذر ثقافة الحوار لدى شعوب العالم العربي. السبب هو ضعف المنطق
عند هذه الأنظمة. عندما أزرع ثقافة الحوار معنى ذلك أنني أستطيع أن أعطي الآخر الفرصة لكي يحاججني الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق ويرد علي الكلام بالكلام، لكن لأن منطقي ضعيف وحجتي واهية فلا أستطيع أن أعطيك هذه الفرصة. نحن حرمنا عمدا من ثقافة الحوار، لم نتربى على فكرة أن هناك آخر، والقاعدة الشرعية والفقهية والعربية التي تربينا عليها أن رأيي خطأ يحتمل الصواب ورأي غيري صواب يحتمل الخطأ، هذه كلام نقوله وليست يقينا نؤمن به. إذن هل فعلا مقولة الرأي والرأي الآخر هي عبارة ندعيها ولا نتداولها في عالمنا العربي وخصوصا إعلاميا شيخ بني يونس؟ وخصوصا إعلاميا دي مهمة جدا. نعم. خصوصا نعم. إعلاميا. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة اللي تفضل فيه الإخوان بالنسبة للحوار والحوار الآخر في الوطن العربي إعلاميا همش، وكان بعض الصحف نقول اليسارية كانت تكتب شيء تحاول تخترق وتصل إلى أمور معينة، وبعض الكتاب المسلمين أو الدينيين، إلا أنه ما وصلوا إلى درجة حوار ويوصلوا العالم العربي إلى ما نصبوا إليه أو ما كانوا يتحدثوا فيه أو ما كنا نتكلم به من مقولات مثل ما تفضلوا أخواننا أنه الحوار والحوار الآخر ونستمع وما إلى ذلك. الوطن العربي بالإضافة للي حكوا الإخوان أنه ربوا الأسرة تربيت في الأسرة أنه الأب هو كل شيء، وعينا على الحياة أنه الأب هو كل شيء، هو اللي بيختار الصح. السلطة الأبوية هنا هو السلطة، وهو اللي صح هو اللي بيختار لك الصح وبيختار لك الغلط. فما ما كان في بالوطن العربي أسر تتحمل وتحاول تبث في هذا المجتمع نوع من روح الحوار والاستماع للآخر والأخذ منه، وبنفس الوقت الوصول إلى هدف هدف الحوار أصلا. ما هو الحوار؟ الحوار هو عبارة عن مشكلة أو نضع لها حل معين، نتفق عليه أو لا نتفق، بس لازم نصل إلى حل بأسلوب الاستماع والاستماع للطرف الآخر. دكتورة كاثرين، يعني كما استمعت إلى الحوار الدائر في الاستوديو، إذن يبدو أنه جذور انعدام ثقافة الحوار في العالم العربي ضاربة، يعني وتصل إلى الأسرة، المهد الأول لتربية أو تنشئة أي شخص. كيف يمكن أن نتحدث عن ثقافة حوار أساساً وليس هناك ثقافة تقبل الآخر في الأصل؟ أولاً أنا أريد أضيف هنا أنه هناك التفكير القبلي، التفكير القبلي هو مترسخ في المنطقة ويبتدئ من العائلة كما قال أحد الإخوان، من الأسرة ويتحول إلى المجتمع، ولم يذكر أحدهم التعليم.